ربنا يجننك. وانت مش هتعملي حاجه تفضلي قاعده لنا كده؟ بسم الله على الكنبه اللي اشتكت من كتر قعدتها. اشتكت ايه؟ انا ماليش الدبانه اهو. خليك قاعد شد الدبانه. بتقلي ما بتقولش حاجه. والله؟ اه. قومي اعملي لنا محشي. محشي. لا ما بزهقش والله خالص. مش خايف تتخن؟ لا عادي ما انتوا جايبين لي مشايه ليه؟ المركونه جوه. المركونه بتشوف عليها غسيل. والله الناس كتبت لي في التعليقات ان هي هتتنيش عليها غسيل وهي فعلا. بتنبوزوا يا عسل. احنا جربناها بس اتاكدت انها بتشتغل بس جبناها. جايبها ليه بقى؟ عشان المطخن. لما تتخني؟ لما تتخني هتعملي ايه؟ اول ما اتخن هقطع رقبة. هتطلع عليها؟ وانت يعني انت كده هتبقى تخين انت كمان. انا اتخن وانت لا؟ ماشي. تاكل زي ازاي؟ ما انا لو تخنت هبقى كرشي بس. تخيل لك يا ابو مصر. تخيل كده انك تبقى تخين. بكرش بس شاف الكرش كل ده محشي منك لله. منك لله كان عملت انت لازم تتخيلي تنفعي بالمشي بقى بعد المنظر اللي يقرف ده. انا مش هتجن اصلا. تجيبي لنا ايه المشاية؟ تجيبها 130 كيلو دي 120 ده احنا عايزين شفاط. الوزن ده اجيب مثلا 150 كيلو الوزن ده. مش انت اللي بتعملي حلم؟ اعمل لك ايه؟ ممكن يا عزيزي ده كرش بس انا ضربت من كل من انت تكبر المحشي وانا ما تخنت برضه. قوم يا جابر قوم يا زهر قوم يا اطلع انا ولا تطلع انت؟ نطلع فين المشايه بقى؟ من جابوها انا معاك. هنعمل بقى فيها بقى؟ هنعمل فيها ايه؟ اطلع زي الجلابيه اللي انا بيها دي. الجلابيه اللي ايه؟ اه مش غبيه اصلا. فظيع فظيع يعني. فظيع فظيع. مش انت بتاع المحشي؟ اه هنفعك بيه المحشي. زي ما نشوف هيعمل ايه. انا تعبت. تعبت مش قادر. خمس دقايق على بعض. اشتغل نزل الكرش. مش قادر. تعال. بس. هنحق. تعبت. جسم تقيل مش قادر. تعالى نتفرج عليه. قومي. ردوا عليا ومفيش حد تاني يطلع. قومي قومي. كده 100 100. لكن المنظر ده ايه المنظر العرة ده؟ كوتشي. شغلها لك على السريع؟ ايه. طلع على بنش يا اسطى. ايه بتزرع؟ ايه بتزرع عندك؟ تخينة انت تخينة انت تخينة قوي يا راجل. وقف بس انا بقى رايح شوية مش عارف بطلي تحكي. زي ما شفت المشهد ده فعلا موجود في خيالنا. انا عندي الرعب من اني اتخن على طول اللي عندي كده. يعني هي جابت المشايه ويوميا بتقول لي انا اتخنت انا خسيت انا وتطلع على الميزان. تطلع على الميزان قبل المشايه وبعد المشايه فهي روشاني. فانا عشان كده جت في دماغي الفكره ان احنا نتخيل لو شكلنا بقى اتخان وكرش وفاه بكرش وانا بكرش هنعمل ايه وهنتصرف ازاي. وانتوا كمان هتقولوا علينا ايه وهتتقبلونا ولا لا وهتعليقاتكم هتبقى عامله ازاي. فقولوا لنا وشاركونا برايكم لو احنا تخيننا فعلا وبقينا بالشكل ده هتفضلوا تتابعونا ولا هتطفشوا مننا ولا ايه اللي هيجرى. فقولوا لنا. دي الفكره. احنا مش قاصدين ان احنا نتريق او كده. لا احنا لو تخننا احنا تخننا فاحنا اللي بناكل. انما في ناس بيبقى غصب عنها التخن غير غدادها كده. احنا لو تخننا علشان احنا بنعمل تحديات اكل كتير يبقى نستاهل اللي جوه. يبقى نستاهل اه. بس الحمد لله احنا بقالنا سنه كامله تقريبا بنعمل تحديات اكل والحمد لله وزننا زاد حاجات بسيطه يعتبر ما تعتبرش زياده طبيعيه. يعني انا 5 كيلو لغايه دلوقتي والله العظيم 5 كيلو من غير كده. 5 كيلو انا تقريبا 3 كيلو بس يعني باينين عليا وممكن يكون باين عليا كمان ان انا فعلا اهو الحمد لله. فدي حلقتنا النهارده. مش عارف الفكره ممكن تبقى عجبتكم ولا لا. لو عجبتكم نكررها في حاجات تانية وامثله كتير ولا انا اخس وارجع لطبيعتي. ولو حابين نرجع لمشاهد التمثيل تاني قولوا لنا واكتبوا لنا. طب انت سالتهم لو احنا تخننا هيتقبلونا؟ طب لو انا تخنت وانت ما تخنتش هتتقبلني ولا لا؟ لو انت تخنت وانا ما تخنتش ما اعتقدش. يعني لو انت تخنتي انا هتخن ولو انت ما تخنتيش انا مش هتخن. لا عادي ممكن احنا ملتصقين ببعض.
طبعا ملتزم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. احنا قلنا نفصلكم كده شويه ونطلعكم من الجو بتاعنا. اعتقد ان احنا فصلناكم. فصلناكم على الاخر. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم وتشتركوا في القناه وتدوسوا لايك وتقولوا لنا رايكم في ولو حابين المشاهد التمثيليه لو حابين نرجع لها ونعمل منها امثله بسيطه مش كتير عشان برضو الحاجات دي بتاخد وقت فهنتاخر عليكم لو عملناها. ف نعمل لكم افكار بجد بقى مش ده هاجس في دماغنا قلنا كده دي هلاوس هلوسه هلوسه قلنا نطلعها دي هلوسه. فيلا ونشوفكم ان شاء الله على خير. معاك راتي يوميه حمدي وفاء ومع السلامه.